إذا كانت روسيا تعتبر أن أوكرانيا خاسرتها الرخوة ولها أهمية استراتيجية السد احتلالها حسب ادعاءات الكرملين، فمن المفترض أن يشكل سد النهضة الأثيوبي خطرا وجوديا واستراتيجيا على أهل مصر ونيلها وغذائها. فكان لابد للسيسي أن يذهب بزيارة مهمة إلى الرياض قبل أيام لوضع ملف سد النهضة على رأس جدول مفاوضات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فبعد 5 أعوام على تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية، والذي يعد تنازلا مصريا استراتيجيا، جاءت الزيارة في وقت يعاني فيه النظام أزمة اقتصادية خانقة، سيما وأن الوضع في مصر بات على شفا الانفجار، خاصة بعد تداعيات حرب كورونا على الوضع الاقتصادي على مصر والعالم. مصادر أشارت إلى أن وساطة مصرية بين واشنطن والرياض كانت وراء الزيارة أيضا، لحث الأخيرة على زيادة إنتاجها من النفط في ظل ارتفاع الأسعار الشديدة وسط استمرار الحرب في أوكرانيا. في ملفنا الثاني أيضا هي الحرب، والتي لن يبقى العالم بعيدا عن شرورها. كذلك مصر التي تستورد نحو 12 مليون طن القمح سنويا من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ستبدو أثاره جلية على أسعار الرغيف المدعوم. لكن الحكومة المصرية ستكون حذرة جدا وستفكر مرتين قبل أن ترفع أسعار الرغيف، والذي ربما سيفجر ثورة خبز لن تنطفئ جذوتها هذه المرة. نبقى أيضا في أوكرانيا وآخر التطورات السياسية والميدانية. في 28 يونيو عام 1919، وفي قاعة المرايا في قصر فرساي في العاصمة الفرنسية باريس، وقع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى مع ألمانيا اتفاقية فرساي، والتي أقرت هزيمة ألمانيا في الحرب. واليوم في 11 مارس 2022، ومجددا في فرساي، يجتمع الحلفاء ذاتهم مع الأوروبيين، لكن هذه المرة بدون روسيا، لعقد قمة أزمة لإرساء أسس أوروبا ذات سيادة أكبر بعد صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي كشف نقاط ضعفها ونقص قدراتها العسكرية إلى جانب اعتمادها على الغاز الروسي، ما يحد من قدرة الاتحاد على التحرك في وجه موسكو. أطلق الإليزي على قمة فرساي قمة اليقظة الأوروبية، قمة السيادة الأوروبية. هل تنقذ هذه القمة العاصمة كييف من السقوط تحت جنازير دبابات جيش بوتين، والتي باتت قريبة جدا من العاصمة الأوكرانية، أم أن واشنطن استطاعت إغراق بوتين في المستنقع الأوكراني؟ هو التاريخ يعيد نفسه في فرساي، لكن بصيغة مقلوبة هذه المرة. نهاية الأسبوع بدأ معكم على توقيت القاهرة، معي أنا يزن البوش. نبدأ مباشرة بعد الفاصل.